السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين القناة الكرام. الفيديو النهارده ازاي نصلح اللمبة الليد بالريموت كنترول. اي ريموت كنترول هنصلح بيه اللمبة الليد التالفة او بعض مكونات الكترونية، وهنقولها لكم طريقة علمية وعملية. الفيديو ده تحدي، وتحدى اي واحد يشكك لو 1% ان في اي معلومة غلط في تصليح اللمبة. لطريقة تصليح اللمبة تابع معنا الفيديو للاخر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نبدأ الفيديو على بركة الله. طبعا معانا مجموعة من اللمب، اللمبات الليد، طبعا فاصلة، هشيل الفيشة عشان نبدأ بفحص اللمبات، هنشيل الغطاء البلاستيكي وابتدي افحص اللمبة الليد. طبعا نبص على السيليكونات، نبص على المكثف السيراميكي، نبص على المكثف الكيميائي. طبعا ما فيهمش اي مشكلة، يبقى المشكلة فين؟ في الليدات. هنبتدي نفحص الليدات. طريقة فحص الليدات يا اما بافوميتر او بطارية اوصل سالب وموجب فيها، او اجيب شاحن وبعد كده هبتدي افحص الليدات بيه. هوريكم طريقتين، هوريكم الافوميتر. احط على وضع البزر او وضع الصفارة وابتدي افحص. اعكس القطبية الاول برضو كاجرب، يبقى ده تالف اعلم عليه او اشيله. دي اول طريقة هي بالافوميتر. الطريقة الثانية هجيب الشاحن زي كده، طرف موجب طرف سالب، اجيب دبوسين بتاع التحجيبة، احط في الكهرباء زي كده وابتدي افحص الليدات. طبعا دي الطريقة الثانية. بالمفك ماشي الليد. بعد ما قسنا الليدات وعرفنا اللي بايظ فيها، هنيجي زي كده انضف مكان الليد، هجيب الكاوية وابتدي الحم طرفين بتاعت اللمبة، اعمل قفلة. في طريقة تانية، دايود واعرف السالب فين والموجب فين،
طبعا ليه قطبية سالبة وقطبية موجبة زي ما حضراتكم ملاحظين، وابتدي ألحم فيه الديود. زي ما حضراتكم ملاحظين طبعا دي ها الفكرة دي منتشرة في جميع الفيديوهات على اليوتيوب، الديود والقفلة. طب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الديود بخفض الجهد، يعني اقل من 2 من 10 فولت، يعني كل خمس ديودات او 6 ديودات ينقصوا لي فولت، واللمبة 3 فولت. طب في حالة تركيب ديود او القفلة، يعني اللمبتين دول هم قاطعين بستة، الستة نقسمهم على باقي الليدات. طبعا الليدات هتشتغل بأقصى جهدها، إن في حمل عليها زايد اللي هم الليدين دول هم، بالتالي هتشتغل معاه يوم لو كتر قوي يومين وتروح طيرة الليدات. ليه؟ لأن دي عليها حمل. طيب ايه الطريقة الصحيحة والطريقة العملية دي؟ الطريقة الخاطئة، يعني دي هذا كتجربة، دي طريقة خاطئة. نوريكم طريقة عملي ان الديود بينقص اجزاء بسيطة من الفولتية، مش الفولتية اللي هو اللي احنا متخيلينها. معاي مجموعة من الديودات، 1 2 3 4 التوالي، موجب عطي سالب موجب عطي سالب موجب عطي سالب. هنيجي نقيسها، هربطه في طرف الموجب وهنجيب الافوميتر احطه على وضع الفوق. وهبتدي اقيس معاكم، هاخد السالب ابتدي نقيس الوضعية الاول. نقيس اول ديود، افض معنا كام لحظين، نقيس الثاني، نقيس الثاني الثالث، نقيس الرابع، يعني ما كملوش 1 فولت. طبعا هيبقى في حمل على اللمبة واللمبة هتضرب. طب ايه الطريقة السليمة لتصليح اللمبة الليد؟ طبعا دي لمبة ليد، شلت الليد المحروق وهلحم مكانه. هنوريكم عملي طريقتين او 3 طرق، ودي اتحدى اي واحد يشكك فيها. لحمت لي السلكتين دول عشان اوريكم طريقة عملي. اول شيء هنركب الكهرباء، هنجيب ديود زينر 3 فولت او 3.7 فولت سواء كان بالشكل ده او بالشكل ده، بيبقى عليه الرقم بتاعه وصغير جدا، ده 3.7 و6 من 10. زي ما حضراتكم ملاحظين اللمبة اشتغلت معانا بالزنر، ودي تعوض اللمبة التالفة، يعني عمر ما هيبقى في حمل على الليدات.
طيب الطريقة الثانية إنه نجيب أي كشاف يكون مكسور، البوردة بتاعته، اللمبة بتاعته، البطارية بتاعته اتحرقت، اللي هي الليدات البيضة، أو ممكن نشتريها من بتاع الإلكترونيات، يعني ما تحصلش حاجة بسيطة مكملاش يعني، أو ممكن نلاقيها في أي قطعة إلكترونية لمبة بيضة. وهنركبها مكان نعوض بها الليد. زي ما حضراتكم ملاحظين اللمبة اشتغلت، أنا عشان مش ثبت كويس، اللمبة اشتغلت زي ما حضراتكم ملاحظين، واللمبة التانية اشتغلت، يعني دي تعوض مكان اللمبة اللي اتحرقت. الطريقة الأفرس من دي وأتحدى أي واحد بيها، ريموت كنترول. هنشغل أي لمبة بريموت كنترول، هفتح الريموت زي كده، أطلع وآخد البوردة بتاعته، وهجيب البوردة بتاعته زي كده، وبالكاوية أشيل في لمبة تبقى من قدام زي كده، بشيلها من الريموت. مش شرط يكون ريموت شغال، ممكن يكون ريموت مكسور، الزرار بتاعت اتقطعت، طبعا زي ما حضراتكم ملاحظين ما اشتغلتش. نقلب الناحية التانية، زي ما حضراتكم شايفين اللمبة اشتغلت وعمرها ما هتحمل على باقي الليدات. دي احسن طريقة لتصليح اللمبات الليد اي نوع، سواء ده كبير صغير اي حاجة هتشتغل معانا. انما الطريقة دي هوريكم لمبة، طبعا كان في واحد عامل فيها قفلة طيارة ليد اتنين تلاتة، طيارة تلات ليدات تانيين، طيارة تلات ليدات طيرت سيليكون او دايود ونفخت المكثف. دي اللي كانت طريقة تعمل القفلة. وياريت حد ما فيش حد يمشي ورا حاجة يعني مش واثق منها، لان دي بتدمر باقي الليدات. طبعا بعمل حمل اللمضة زي ما حضراتكم ملاحظين اشتغلت بكل قوتها ورجعت كويسة وكده، عمرها ما تحترق. يا اما هنغير، لو اتحرقت اللمبة ليد من الليدات اللمبة هنغير زينر، او هركب لمبة من اي كشاف تكون بيضة، أو هركب لمبة ريموت هتشتغل معايا هتوفي معايا بالغرض وعمرها ما تتحرق، حقاش يتحرق لمبة تاني كده، بحافظ على عمر اللمبة. يا رب الفيديو يكون نال إعجابكم، لو أعجبكم الفيديو لايك اشتراك لقناة فضلا وليس أمرا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.